أهلا بكم أعزائي من جديد. طبعا انطلاقا من شعارنا وهو منكم وإليكم، ومتابعة لنا لواقع الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات، تنتقل بنا كاميرا دنيا الصحافة اليوم إلى محافظة الطفيلة للحديث عن قضية حجز مؤسسة الضمان الاجتماعي على أموال بلدية الطفيلة، وذلك لقاء مبالغ مستحقة عليها بقيمة وصلت لحوالي 350 ألف دينار، والذي بدأ يؤثر على عمل البلدية، حيث توقفت مثلا آليات جمع النفايات عن العمل، وتوجه البلدية نداء استغاثة لإنقاذها. فريق دنيا الصحافة متواجد في بلدية الطفيلة للحديث حول هذا الموضوع، وزميلنا ربيع صعوب يمثل الفريق هناك، ومعه السيد حمد البدور رئيس لجنة بلدية الطفيلة، لنستمع إليهم وللأوضاع هناك. وسوف ينضم إلينا عبر الهاتف إن شاء الله بعد قليل الناطق الإعلامي في الضمان الاجتماعي سيد ياسر عكروش معنا على الخط. بداية سيد ياسر، صباح الخير. يسعد صباحك مصرين. يسعدك، أهلا وسهلا بك، وشكرا لتلبية يعني طلبنا بالحديث معك. ولو الله يخليك وبارك فيك سيد ياسر. يعني احنا بدنا ننتقل هلا للميدان لو سمحت، لانه زميلنا متواجد هناك في بث حي ومباشر، ومعه ايضا السيد حمد بدور رئيس لجنه بلديه الطفيله. خلينا نسمع نقطه نقطه منهم وراح ارجع لاحاورك عليهم. سيد ياسر ربيع، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير نسرين، تحية لك ولكل المشاهدين. زي ما ذكرت بالمقدمة، نحن الآن في محافظة الطفيلة ومن أمام بلديتها لمعرفة المشكلة بخصوص البلدية. هناك حجز كما ذكرت في مقدمتك على أموال البلدية، والسبب في هذا هو تأخير في دفع مستحقات الضمان الاجتماعي لموظفي البلدية. والسؤال الأول اللي حاب أسأله للمهندس حمد البدور، ما سبب تأخير مستحقات الضمان الاجتماعي؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر فضائية رؤية على جهدها وتكبدها مع عوان السفر لغاية الاطلاع على واقع وظروف مؤسساتنا ومشاكل مواطنينا في مختلف. شو السبب؟ شو السبب برأيك مهندس للتأخير في دفع؟ السبب الرئيسي يعود إلى عدم استطاعة البلدية المالية في هذا المجال لفترة. صار عليها أوضاع مالية صعبة ترتبت نتيجة عدد الموظفين، الرواتب، الالتزامات المالية الأخرى، وبالتالي ضعف التحصيلات وضعف التحويلات المالية التي تمكنها أو الإيرادات الذاتية التي تمكنها من القيام بأداء واجبها. لا يوجد جهة معينة تتعمد لا سمح الله أن تحجز أم مخصصات مؤسسة أخرى لولا قلة الاستطاعة وعدم الاستطاعة. لا نقول بأن الموضوع يعود إلى رغبة أو مزاج، أنه أنا كبلدية لا أرغب بتحويل، أو هي ظروف صعبة جدا تمر بها المنطقة بشكل عام والبلديات بشكل شامل يعني على مستوى الأردن. فالمسألة على ما أعتقد هي مسألة عدم استطاعة مالية بالدرجة الأولى. إذن هي عدم استطاعة مالية للبلدية لدفع مستحقات الضمان الاجتماعي. هناك أعباء كثيرة تعاني منها البلدية. أترك السؤال إلى الاستوديو. نعم سيد ياسر، هل أنت على اطلاع بالأوضاع، أوضاع الميزانية في البلدية؟ ويعني برجع بوجه السؤال إليك بالمقابل، لماذا قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحجز التحفظي على أموال البلدية؟ أول شيء أعطيك العافية ست نسرين. الله يعافيك. أول شيء المؤسس الضمان الاجتماعي في بتعرف هاي أموال مؤمن عليها. نعم. بالتالي ضمن قانون الضمان الاجتماعي أي منشأة إن كان بلدية أو غير بلدية أو شركة، أي منشأة ضمن القانون بتخضع يجب أن تؤدي اشتراكات عن العمال العاملين لديها. تمام. نسبة بتقتطعها من رواتبهم ونسبة بتقتطعها الشركة بتدفعها. هذه الاشتراكات يجب أن تؤدى شهر بشهر إلى المؤسسة، وهذه حقوق عمال. نعم. فبالتالي يجب أن تؤدى هذه الحقوق على أكمل وجه. إذا لا تقوم المؤسسة أو المنشأة بإداء هذه الحقوق شهر بشهر، المؤسسة تتبع مجموعة
من الإجراءات المحددة لتحصيل هذه الأموال، لأنه هذه أموال مؤمن عليهم، وبالتالي هذا تأخذ عندنا صفة القداسة. فسواء كانت بلدية أو غير بلدية ستي، احنا نتعامل مع الأمور كمنشآت، بالتالي يجب أن نقوم بتحصيل هذه الأموال. أنا يعني بهذا الموضوع تحديدا، موضوع بلدية الطفيلة، بستغرب لماذا تم طرح الموضوع بهذه الفترة، رغم أنه هناك كثير من البلديات يتم الحجز عليها يا ستي، أو تم الحجز عليها بدون ذكر أسماء. طيب خلينا نرجع للميدان زميلنا ربيع، نستمع للوضع الحالي في البلدية، ويعني لماذا البلدية توجه نداء استغاثة، شو الوضع فعليا، خلينا نحط إيدنا على الوجع الآن. نعم، أسأل المهندس حمد البدور، ما الوضع الفعلي والمالي الحقيقي للبلدية، لماذا توجه نداء استغاثة؟ والله الحقيقة يعني البلدية عاجزة في الظروف الحالية عن القيام بدورها، باستثناء الواجب الرئيسي وهو تأمين حاجة البلد من معالجة الوضع البيئي من ناحية النفايات، جمع النفايات. نحكي عن الميزانية، هل هناك نقص؟ الميزانية تقريبا تصل إلى حوالي 3.3 مليون. جزء كبير جدا منها لتغطية الرواتب، صيانة الآليات تأخذ مبالغ ضخمة، تسديد المديونية بالالتزام الشهري والسنوي، كل هذه لا تستطيع أن تغطي حاجة البلدية من الخدمات المطلوبة. يعني الوضع بشكل عام يحتاج إلى معالجة جذرية على مستوى، خلينا نقول إذا كانت بلدية الطفيلة بالذات وهي صورة واضحة وللأمانة بحكيها، يعني معالي وزير الشؤون البلدية والإخوان في بنك التنمية وخاصة في عهد مع الوزير الحالي، يبذل جهود كبيرة جدا في مجال معالجة المشكلة على مستوى كافة بلديات. طيب ربيع، توقفت البلدية عن الأعمال الآن؟ قرار صائب هو الحجز على جميع. نعم نعم، ما تتوقف عن العمل الآن؟ هل البلدية توقفت عن الأعمال، أعمالها الاعتيادية اليومية؟ مبدئيا ما توقفت لغاية اللحظة هذه، يعني تقوم بعملها من ناحية جمع النفايات وإدارة أمور البلدية الداخلية، معالجة مشاكل المواطنين، متابعة قضاياهم، يعني أمور ماشية. لم يحدث إذن أي توقف نسرين لعمل البلدية، ما زالت تعمل، ولكن هناك أعباء مالية يعني لا تسمح لها بدفع مستحقاتها، وخصوصا للضمان الاجتماعي. تمام، إذن سيد ياسر، عودة إليك، يعني كيف يعني أنت ترى الوضع بشكل عام، بأنه الأعمال يعني عمل البلدية دون وجود أي أموال في خزينتها بشبه مع يعني صعب ومستحيل، ف يعني هذا الحل الوحيد اللي للضمان تلجأ إليه في هاي الحالات، يعني ما في أي استثناءات، أو يعني ناخد بالحسبان الوضع، الميزانية، الوضع العام، زي ما سمعنا يعني سيء جدا الوضع في البلدية. لا، زي ما حكيت لحضرتك ست نسرين بالبداية، أنه هاي أموال المؤمن عليهم تأخذ صفة القداسة عنا ويجب أن يتم تحصيلها. بس بنفس الوقت احنا بيجو صار في حكي باليومين اللي فاتوا مع الرئيس البلدية من أجل عمل تسوية محددة يتم تقسيط هذه المبالغ إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن نؤثر على وضع البلدية. وبعدين يعني هذا الحجز قديم ستي، وهاي المبالغ من أكثر من 10 سنين صار لها، يعني مش بنت يوم وليلة، يعني نعم. من بارح تم الحجز، نعم. والمؤسسة ما حركت أي قضية على البلدية، المؤسسة بتقوم بإجراءات محددة وفق القانون، وعملت حجز إداري من أجل ضمان حقوقها. بس المؤسسة على استعداد، وأنا بأكد لك يعني صار اتصال بيني وبين مدير التحصيل، المؤسسة على استعداد لوضع كافة التسهيلات أمام البلدية. جميل. من أجل وضع جدول محددة لدفع المبالغ المترتبة على البلدية. أحكي لك شغلة. نعم، بدي أعطيك يعني ثواني قليلة إذا سمحت، حتى نهاية البرنامج، يعني وقت البرنامج ضيق. تفضل سيد ياسر. يعني هي في 30% هذول اللي بيدفعوهم العمال، يعني صاحب العمل بيقوم بدفعهم من العامل، بيقتطعهم من راتب العامل، يعني بيدفعهم العامل لصاحب العمل ويؤديهم للمؤسسة. هذول بالحد الأدنى على المنشآت كلها يجب أن تقوم بدفعها أول بأول المؤسسة، بتصفي المبالغ
المطلوبة من المنشآت قليلة. نعم. فما بتتراكم. احنا بالرغم من ذلك بأكد لك ست نسرين بأنه المؤسسة بتقدم كل التسهيلات وستقدم. شكرا. كل التسهيلات من أجل تخفيف هذه المبالغ وبتعطيهم كثير من التسهيلات. سيد ياسر عكروش الناطق الإعلامي بالضمان الاجتماعي، شكرا لهذا التوضيح وشكرا للتعاون، وأيضا يعني يعطيكم ألف ألف عافية، وإن شاء الله بنسمع أخبار طيبة وتسوية مع البلدية. وشكرا لزميلنا ربيع صعوب وفريق النقل في الميدان اللي نقلوا لنا الصورة، وشكرا أيضا لرئيس البلدية المهندس حمد لبدور رئيس لجنة بلدية الطفيلة.